أنه بسبب قانون المالية مصانع تصدير الرمال وتكريرها تقرر إيقاف نشاطها. هل فعلا بسبب قانون مالية 2023 أو عندهم مشاكل وصعوبات أخرى؟ هذا اللي نعرفوه مباشرة من كاتب عام نقابة مصنع تكرير الرمال بالوسلاتية محمد الجيزاني. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا على شمس فام. عافية، مرحبا ومرحبا بكل المستمعين. شكرا سي محمد. البارح الخبر خرج عن أنه مصانع تكرير تصدير الرمال وتكريرها تقرر أنه إيقافها نشاطها يتوقف، باش توقفوا النشاط بشكل مؤقت بشكل عام. شنو الإشكال وشنو السبب اللي خليكم اليوم تقرروا إيقاف النشاط؟ باهي، هو المصانع تكرير الرمال هذية على الأقل نحكي على الجهة اللي أنا فيها والجروب اللي أنا موجود فيه، موجودين زوج وحدات تكرير رمال في الوسلاتية وواحدة في سوسة. هذوما وقفوا النشاط كومبليتمون إلى حين تتم مراجعة قانون المالية. هذا حسب الكومينيكي أوفيسيال نتاع الجروب مينيرالي هذا اللي نخدم فيه هنا، اللي هو جروب مونديال عنده وحدتين نتاع إنتاج، واحدة في الوسلاتية واحدة في سوسة. قديش يشغل في يد عاملة؟ يشغل بصفة مباشرة 80 يد عاملة بصفة مباشرة، وفما 200 عائلة أخرى اللي هي 200 بصفة غير مباشرة. 280 كما اللي تروح الكورنيسور الحواجة دوكم الكل، معناها نحكو على 280 300 عائلة. شنو المشكلة؟ شنو الإشكال في قانون المالية وشنو علاقته بمصانع تصدير الرمال وتكريرها؟ باهي، احنا شنو المشكل اللي احنا بصفتنا كناس تخدم على رواحها، يعني في تونس ما عندنا حتى مشكله حتى شيء، نخدم على رواحنا. تو دانكو جينا كومينيكي من ايطاليا، راهو دولتكم عملت قانون ماليه فيه فصل 26 فيه تاكس على تو سي رمل للاكسبور 100 دينار على التورناتو. وهو كان 60 دينار تقريبا كمان اشغالته، هما كان معفي من الملي تاكس الديوانية دي، يدفعوا لدائات الأخرى اللي بانبوه الحواجة دوكم، مانيش متضلع في الحكاية دي، أما ما يدفعوش حتى تاكس على التصدير. تو دانكو تقول له 100 دينار على التورناتا. دونك هي الكلفة الكل متاع التورناتا قديش تتكلف؟ بالنسبة للتورناتا هما حسب الكومينيكي اللي يعملوها، هما السوم متاع تورناتا الرمال يبيعوا فيها لهنا في البور بتاع في تونس ب 20 يورو حسب كلامهم هما، 60 دينار تقريبا، في كوميونيتي تقريبا ما يعادل 60 دينار تونسي. تجي حسب معناها تجي قانون المالية يقول له تعطيني 100 دينار قبل ما تصدر. دونك هو مع التكلفة باش يدفع أكثر من التكلفة، مش يدفع أكثر من التكلفة. هنا يقول لك أنا بحكم احنا نحكي لك على جروب مونديال عنده ما لا يقل على 25 شركة في العالم. وبتبيع عنا منافسين في العالم الكل. شي يقول لك انا اذا كان مش تولي لي تكلف لي اقل من ما معناه من اكثر من الاسوام العالميه اللي موجوده في البرتغال ولا في مصر ولا في اسكتلندا وبجوده اقل من ذوما، اوتوماتيكمون مش يمشي ياخذ من البلايص الاخرين. معناه النجم يستغني على الكونتيتي اللي مستانس ياخذها من تونس اللي هي تقريبا نجم تونس في 40,000 طن تقريبا. احنا بالنسبه للوحده نتاعنا في الوسلاتيه ننتجوا ما اونتر 35,000 40,000 طن شهري. اليوم الكلام اللي تقول فيها سي محمد الجيزاني يشمل الناس اللي خرجت بلاغات وتصريحات اللي سمعناها كما في القروان في سوسه، رسميا سيئ معني هذا القرار الرسمي اللي تقالكم من الاداره نتاعكم، والا هانا نستناو الى حين لعل وعسى لقوا حل. بالنسبه للشركه نتاعنا احنا بعثت كومينيكي اوفيسيال اللي احنا مش نوقفوا الانتاج ابارتير من 1 جانفي. دونك الشركه في قررت تسكر الباب. في ظل قانون المالية هذا انا ما نجموش كاملوا نخدموا في تونس. وفات غادي الحكايه. ايوه احنا لهنا انا لهنا ككاتب عام نقابه ما تعرف 80 خدام بطبيعه باش ياكلوا لك وجهك، شنو مسيرنا، شنو الحل، كيفاش باش نعملوا، شنو ما لا جواب. نحن ناس تو نعيشوا في كيما نقولوها بالعطر جيمي في المهموطة، ما ناش فاهمين حتى شيء. القرار مش من الإدارة متاعكم حاليا متاع تونس، دونك حتى الإدارة في حد ذاتها مصيرها مجهول متاع تونس. الإدارة متاع تونس أكيد مصيرها مجهول، الحكاية مربوطة بجروب هذا عنده مجلس إدارة اجتماع قالت لخويا في الظروف هذه بالتاكس هذا يستحيل أن نكمل نجم نخدم في تونس. دونك بالنسبه للشركه هذه ذكرنا باسم مينيراليا او ذكرنا باسم الشركه هذا اسمه جروب مونديال، اسمه جروب مينيرالي، والشركه اللي في تونس مينيراليا اندستريالي تينيزيا. هذه شركه باش نبدو واضحين
أي؟ نحط الامور في نسبها. احنا في معتمديه الوسطيه، معتمديه الوسطيه دي مصنفه خامس افقر معتمديه في الجمهوريه التونسيه، ولايه القيروان. نعم ولايه القيروان خامس افقر معتمديه في الجمهوريه، فهمت شنو معناه؟ فيها واحد تين نتاع انتاج رمل، وفيها معمل نتاع تكستيل، هذاش فيها الوسطيه باش يسكر منها 80 واحد. واضح ناس معناها زوز معامل، هذوما المنارات نتاع البلاد، هذوما نتاع الرمل وحايده نتاع تكستيل. اذا كان بالقانون هذا باش تسكر الزوز هذوكم، شنو ما هي البلاد هي؟ وعليها اليوم الشركه الايطاليه قررت رسميا غلق ابوابها في القيروان وفي في سوسه، 80 في سوسة. عامل باش يتحالوا مباشره من غره جان في 2023 على البطاله. على البطاله ما عندكمش فيزافي اليوم، ما عندكمش شكون ينجم يعطيكم جواب؟ هل باش يتم التراجع على التاكس؟ باش يلقاوهم حلول؟ والله الفيزافي ما فهمتش انا من البارح رسميا خرج الاخبار، دونك من البارح لليوم وملي خرج قانون الماليه ما فما حتى شيء، ما تعاملش معكم حتى طرف. اي تواصلنا احنا بالنسبه للتواصل، ما تواصل معنا حد احنا نسعوا باش نتواصلوا. احنا ما احنا شنو احنا رانا في الاخر توانسه نحبوا نخدموا على رواحنا، حقنا في العيش وكاهو. مشينا اتصلنا بتفق وديت الشغل، تفق وديت الشغل اتصلت بالولايه تكيل باري اليوم، معناها استدعوا المدير نائب البي دي جي باش يحكوا معاه اليوم. احنا على الاقل دولتنا حل لهم باب الحوار اخويا، عيط لهم المصنعين هذوما وشوفوا تاكسي يناسب الناس الكل، وما نسكروش ما تبقاش عباد بطاله. مانيش ضد انك تعمل دي تاكس، انا كمواطن تونسي مانيش ضد انه تعمل تاكس، اما اعمل تاكس لوجيك على الاقل بالاستشاره مع العباد هذوما، هذوما مصنعين وهذوما فما اسواق عالميه تحكموا، فما دي بري مونديال يحكموا، تفهم فيا؟ نعم. وشوف انت في اللي بري هذاك شنو تنجم تعمل تاكس مع احنا على الحفاظ على الثروه الوطنيه، ومع الحفاظ على الثروات الطبيعيه، ومع تثمين الثروات الطبيعيه. اما مش باسون مش تنزل انت بتسكر هاي كي تفكر شنو عملنا بها احنا ثروات طبيعيه. الوزاره اللي ترجعوا لها بالنظر نورمالمون انتم في تونس، شكون اللي وزاره الاشراف المباشره عليكم؟ انا اشكاليه واحد اخرى، احنا الوزاره نرجعوا لها نورمالمون وزاره الصناعه، لانه احنا مصنفين في تصنيع مواد البناء، وفي الفصل 26 يحكونا على المواد المنجميه. هذه اشكاليه ومعضله واحد اخرى هذه قديمه، احنا كنقابه حتى في حقوقنا قبل كي نطلبوا فيها مصنفيننا في تصنيع مواد البناء. اي اليوم ولينا نحكوا على مواد المنجميه والتخرجات. ايوه هذا التصنيف انتم انه تصنيف الاقرب بما انكم انتم نتاع التكرير والتصدير. احنا نتاع التكرير معناها نقربوا للصناعه، احنا نورمالمون نطلبوا وزاره الصناعه. لان نورمال هو شنو تصير التريتمون نتاعو يولي مادة أولية موجهة للتصنيع نتاع البلار ونتاع التوسكي عنده علاقة بالرمل. واضح، شكرا جزيلا كاتب عام نقابة مصنع تكرير الرمال بالوسطية القيروان محمد الجيزاني.